وفي محافظة البحر الأحمر قال رئيس محكمة البحر الأحمر علي أبو بكر أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات للانتخابات من خلال تجهيز اللجان بالمحافظة وتوفير كافة الأجواء للعملية الانتخابية وسفر السادة القضاة إلى مقار لجانهم بكل مدن البحر الأحمر ومدن الجنوب حلايب وشلاتين. وشدد رئيس محكمة البحر الأحمر على إزالة جميع المعوقات داخل اللجان لتسهيل مهمة القاضي المشرف على العملية الانتخابية باللجنة وسهولة حركة الناخبين وتيسير الوصول إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم.